الفائز بالكرة الذهبية. إذن جائزة الكرة الذهبية الشهرية لأفضل لاعب بالمريخ في هذا الجمع يطيب لكم أكيد أن تكون من نصيب باسكال، ولنا لقاءات متعددة لاحقة وتكريم لكل نجم من نجوم المريخ يستحق أن يكون اللاعب الأفضل. طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن سعداء يعني بهذا الحراك كما ذكر السيد الأمين العام وهذا التكريم الكبير من منتدى الجماهير لباسكال، وهو تكريم لزملائه. لكن نحن في مجلس إدارة نادي المريخ السنة دي ما حنسمح بتكريم أي لاعب لو ما قدموا أداء راغي واستمروا في المنافسات الأفريقية، ودي رسالة عبركم لكل اللاعبين المتواجدين الآن ولزملائهم. نحن لو ما شفنا روح جديدة وأداء مميز واستمرار في المقام الأول في البطولة الأفريقية، نحن حتى الرواتب بتاعتهم عندنا فيها رأي إن شاء الله. يعني أي لاعب موجود معانا هنا يكلم الما موجود، السنة دي عطاء بمقابل وحب نتيجة للعطاء، أو التكريمات دي حتتقلب ان شاء الله لحاجه ثانيه. نحن سعداء انه يكون في تكريم، لكن دارين انه يكون دافع للمزيد من التجويد. يعني الدوره او الشهر الجاي الكره الذهبيه لازم نحن نلقى المريخ في المجموعه اللي بعد الدور ال 16. نحن عايزين نتجاوز يعني عن كل الماضي وسلبياته لايجابيات تحقق طموحات كل امه المريخ. تحياتنا لكل الذين أسهموا في هذا العمل الكبير، ونتمنى أن يتواصل بمزيد من الإبداع والتجويد. والسلام عليكم ورحمة الله. إذن المشاهدين الأكارم، هكذا نقلنا لكم من داخل صالة نيلتون بالخرطوم هذا الحفل الساهر وهذه الاحتفائية لمنتدى جماهير المريخ، والتي من خلالها تم تكريم كل رموز